96 97 98 99 100 عد الألف 101 102 ما قلت ليش ناوي تعمل ايه؟ خطة بسيطة خالص، جربناها 18 مرة قبل كده وحققت نجاح 100%. والله الحق اللي بيعمل معروف. في واحد صاحبي جت ابو رعبة دراعه لو جه في الهرم يوقعه، وبعدين عايزك تمسكه تنزل فيه ضربه قدام حنان. بتقول دراعه لو جه في الهرم يوقعه وعايزني انزل فيه ضربه؟ اه وماله، انت اكيد جرى لعقلك حاجه. طب استنى استنى بس، ما هو قبل ما هنجيبه ونضربه هنكون مدين له قرشين ومتفقين معاه على كده. فكرك هيوافق انه نضرب؟ دي شغلته. اذا كان كده ما عنديش مانع اضربه واضرب اللي خلفوه كمان. انا ما عنديش شر، محاميني. عظيم، ايدك بقى على 10 جنيه. ليه؟ عشان اروح اتفق معاه وابعته. وانت هتكون فين؟ هقف بعيد عشان الناس كلها تعرف انك انت اللي ضربته لوحدك. ايوه، خد الفلوس. ايه؟ مبروك، مبروك عليك حنان. اطبع طبع كل روح. ادريس اهلا استاذ سامي. برافو ادريس، مرحب. اهلا استاذ سامي. ايوه خدمة. فاضي كده قد ساعة؟ اذا كان على ساعة فاضي. طب تعالى معايا. بس عن اذنك اغير هدومي. تحت امرك. ملابس. ايه الحلاوه دي؟ طعم